أستاذ محمد إحنا كلامنا لسه مستمر مع حضرتك لكن زي ما حاولنا نقرب الصورة لحضراتكم من خلال كل التفاصيل دي بس دلوقتي هنروح بقى فعلاً ونشوف الدرب الأحمر مع حضراتكم ونتعرف من مراسلتنا جرمين إبراهيم على المواقع الأثرية اللي تم تطويرها والتجربة السياحية والأثرية اللي بتقدمها للزائرين صباح الخير عليك يا جرمين والكلمة والصورة معك صباح الخير عليك يا جمانه وصباح الخير على شاذلي وعلى صباح الخير كمان على ضيفكم احنا متواجدين زي ما قلت في منطقه الدرب الاحمر وهي واحده من المناطق التاريخيه واللي تم تنفيذ فيها مشروع المسار السياحي عشان يعيد اكتشاف المعالم الاثريه اللي موجوده في منطقه الدرب الاحمر وعشان نعرف تفاصيل اكتر عن المعالم الاثريه وكمان عن مشروع المسار السياحي بيساعدنا ان يكون معانا الاستاذ شريف عليان المدير التنفيذي لاغاخان مصر للخدمات الثقافيه صباح الخير فندم برحب بيك في البدايه عايزين نعرف من حضرتك ونعرف المشاهدين ايه هو مشروع المسار السياحي اللي تم تنفيذه هنا في الدرب الاحمر حضرتك المسار السياحي هو عباره عن فكره بدات من حوالي يمكن سنتين كان عندنا دعم من الاتحاد الاوروبي مع مؤسسه خان في سويسرا احنا بدينا الترميم في هذه المنطقه من حوالي عشرين سنه ابتدينا نرمم في عده مساجد وبعد كده اكتشفنا ان ان, إن هذه المساجد روعه يعني وان هذه المنطقه تمثل يعني احنا بالنسبه لنا متحف مفتوح ممكن يضاف الى قائمه المنتجات السياحيه الجديده لمصر مصر حاليا بتنوع في المنتج السياحي جدا متاحف جديده متحف كبير متحف الحضاره متحف الفن الاسلامي فده ما يقلش عنهم روعه هذا المتحف المفتوح الذي يضم مثلا يعني عدة من المساجد الأثرية القديمة أجدادهم عمره 500 600 سنة فالفكرة جت إن إحنا نوصل النقط نوصل النقط ببعض هذه المساجد تتوصل ببعض ويتخلق مسار سياحي جديد يعامل كمنتج سياحي جديد يتم تسويقه خارجيا وداخليا لزيادة التدفق السياحي في مصر آآ آآ احنا تولينا عمليه التسويق لهذا المنتج ووزاره الاثار تعاونت معانا تعاون يعني ممتاز واقتنعوا بالفكره ووافقونا على الفكره وابتدت وزاره الاثار تعمل التذاكر وابتدت يعمل منافس تذاكر لشراء تذكره لزياره هذا المسار وابتدينا فعلا دلوقتي فكره ازاي ننشر الوعي الخارجي والداخلي لزيادة الزائرين لهذه المنطقة. احنا دلوقتي موجودين في المسجد الازرق وهو واحد من المعالم الاثرية اللي موجودة في المسار السياحي مهم نعرف كمان المشاهدين ايه هي المعالم الموجودة او ابرز المعالم الموجودة في المسار ده. بصي حضرتك هذه المنطقة غنية جدا بالآثار المملوكية والعثمانية. وطبعا الفاطمية. احنا بنبتدي المسار بتاعنا من باب الوزير. آه بعد باب الوزير بنطلع آه على آه آه خير بيه مجمع خير بيه وبنعدي على الجامع الازرق بنعدي على مدرسه ام سلطان شعبان بنعدي على بيت الرزاز بنروح لحد آه 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 الخيميه والسايح بينزل في الخيميه طبعا بيلاقي آه حاجه جميله جدا طبعا منطقه الخيميه لسه عايزه تتوضب يعني هو سوق في منتهى الجمال بس محتاج شويه توضيب يعني احنا كاغاخان بنعرض برضه وهنتكلم مع المسؤولين في حفظ القاهرة او في وزارة الاثار ان المنطقة دي كنهاية المطاف بتاع السور عايزة شوية توضيب فيها محلات حلوة السايح مع التور ده بيحتاج يعمل يعني شوية شوبينج او شوية تسويق للمنتجات الحرفية احنا عندنا برضه برنامج دعم كامل للحرف اليدوية التراثية المصرية وبنتمنى ان ان احنا ندعم هذه المنطقه بمحلات وورش السائح يقدر يتفرج فيها على هذه الحرف التراثية اللي قبل الاندثار يعني احنا احنا بقالنا حوالي يمكن عشر سنين عندنا البرنامج ده لدعم الحرف ونأمل دمج برنامج الحرف مع المسار بحيث ان السايح يبقى عنده تجربة جميلة وهو بيلف يعني جزء من المسار هو اكيد التعامل مع المواطنين او ساكني منطقه الدرب الاحمر ويمكن انتم اهتميتوا بده عن طريق تقديم برنامج تدريبي للساكنين الموجودين في الدرب الاحمر عايزين نعرف التفاصيل وازاي اتعامل كمان اهالي الدرب الاحمر مع البرنامج ومع مشروع المسار بصي حضرتك اهالي الدرب الاحمر يعني عندهم استعداد كامل انهم يطوروا من نفسهم احنا عملنا برامج تدريب كبيره جدا ازاي يتعاملوا مع السائح مش برامج تدريب بس للمواطنين للحرف للحرف اليدويه لاصحاب المحلات للتكاتك يعني احنا وصلنا ان احنا لمينا كل التكاتك في المنطقه وعملنا لهم برنامج تدريب ما تضايقوش السايح ايه اللي تعملوه ايه اللي ما تعملوهوش جهزنا المنطقه بيوفط حضرتك لو شفتي كل اثر من دول هتلاقي عليه عليها باركود السائح مجرد انه يفتح الكاميرا بتاعته ويحط الكاميرا على الباركود هيطلع له تاريخ الاثر من بدايته لحد ما اترمم ودخل في المسار فالمنطقة أصبحت دلوقتي مجهزة تبقى مفت... متحف مفتوح لا يقل أهمية عن أي متحف في مصر فعايزين يعني نهتم بيها وإن شاء الله أنا شايف مستقبل كويس جدا ليها إزاي ممكن نروج للمسار السياحي بحيث أن هو يكون على قائمة زيارات أي سائح يعني هينزل مصر؟ بصي احنا عندنا برنامج ترويجي احنا هنبتدي فيه كاغاخان مصر ان احنا هنروج لهذا لهذا المسار في معارض دوليه كتيره تحت اشراف برضو وزاره الاثار والسياحه ان احنا هنخش في معرض مثلا زي معرض برلين القادم ده عندنا بوث لهذا المسار المعرض اللي بعده هيبقى في لندن واحنا عاملين بروشورات عاملين ويب سايت جميل جدا اسمه الضرب الاحمر دوت كوم اللي عايز يخش يتفرج على المسار لايف يخش يتفرج على المسار ويشوف كل التفاصيل بتاعته بشكرك جدا على كل التفاصيل والمجهود واكيد على وجودك معنا شكرا, جداً. شكراً. يعني جمانه وشاذلي ده كان لقائنا مع المهندس شريف عريان وهو المدير التنفيذي لاغخان مصر للخدمات الثقافيه قدرنا نعرف تفاصيل عن مشروع المسار السياحي واللي بنضمن من خلاله لكل الزائرين ان هو هيكون تجربه فريده مليانه بالاثار والتج... وال... يعني الاماكن الاثريه والتراثيه لازم يزوروها ولازم يكونوا موجودين في زياره الدرب الاحمر ومشروع المسار السياحي برجع لكم مرة تانية في الاستوديو. شكرا لك جرمين.